دلوقتي على اوضتك. اسمعني طيب، اطلع انا عاوزها هجيبها لك. اطلع على اوضتك دلوقتي وانا بكره الصبح ان شاء الله هجي لك. ماشي، خدها رفعه، روح يا حبيبي. يا لوكا عامله ايه؟ انا مش عارفه انا بعمل معاهم كده ليه، مع اني بحس ان دي اكتر ناس انا بحبها في العالم. بص يا ملا، انا من شخصيتي قدرت احدد حاجه مهمه جدا، انت من جواكي طيبه قوي. انا والحاله بتاعتك دي مفيش منها غير 10% في العالم، وانت من 10% دول. وانا رسالة الماجستير بتاعتي اللي انا المفروض اقدمها دلوقتي عن المرض ده، فلو تسمحي لي ان انا اعالجك هغير لك حياتك كلها وترجع حياتك الطبيعيه من تاني. انت عايزهم يعرفوا يكرهوني؟ لا طبعا. طب بص يا ملك، احنا كده يعتبر كملنا ساعه، تقدري تروحي واستناكي الاسبوع اللي جاي. لك ما ضاعت احوال ابو مات عطى على امه. انت يا فين مالك صحيح؟ مش عارفه، لحد يرن عليها. انا هرن عليها كده. يلا. الو يا ملا، انت فين؟ خلاص انا جايه اهو. طب احنا مستنيين عند الجامعه، كلنا مستنيين. طيب ماشي، سلام. اي ملا جت ايه؟ طب يلا بقى، عشان مش هنطلع على رحلة السخنة غير بيكي. لا لا مش هينفع. لا لا لازم تيجي. مش هينفع من غيرك. انتوا مصممين؟ اه. يلا بينا؟ يلا بينا.